انا عايز اقول في نهايه نهايه الفيديو تجربتي مع النوكاتو اللي هي القهوه مع التوكلت كيك يعني اللي هي كارمل. عايز اقول تجربه حلوه وتفتح النفس. طبعا انا جربتها المره الاولى اللي هي الكيك التوكلت كيك كارمل حلوه تفتح النفس. وبعد ما تشوف الفيديو ده عاد الاشتراكات توصل للالاف. لو وصلت ده لو وصلت لمليون يبقى كويس. ان انا ان شاء الله هنزل حاجات حلوه باستمرار. وياريت تشتركوا في قناه زياد اللقاءات زياد العقبات زياد الكلام الحلو. واسعد الله سبحانه. وشكرا لكم.